مشاهدينا الكرام، تحية طيبة في هذا اللقاء الخاص مع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر. مونديال روسيا وملف المغرب وسوء أداء المنتخبات العربية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الملاعب السورية، كلها أسئلة سنطرحها على الزعيم السابق لعائلة الفيفا. مرحبا بك سيد بلاتر، سعيد بلقائك. لماذا حاولت وسائل الإعلام الغربية بداية تشويه سمعة مونديال روسيا فيما أنها الآن تثني عليه؟ كأس العالم مناسبة خاصة، لكن لماذا الصحافة الغربية أو الإنجليزية تحديدا كانت غاضبة من استضافة روسيا للمونديال؟ لأن إنجلترا ببساطة خسرت أمام روسيا في استضافة البطولة، ولهذا اتخذوا هذا المنح السلبي. كأس العالم بدأ الآن، هو في أسبوعه الأول والأمور جيدة. أعتقد إن شاء الله أن الصحافة راضية الآن عن سير البطولة بعد فوز المنتخب الإنجليزي. يوجد دوما الكثير من الشك حول كأس العالم، ولكن ذلك تلاشى عندما بدأت البطولة بشكل جيد. الآن يوجد كرة قدم فقط، وكما ترى كل شيء هادئ. كأس العالم سيكون رائعا. ما الذي على المغرب فعله لينجح في استضافة المونديال؟ وهل تلعب السياسة دورا كبيرا في هذا؟ بالتأكيد، قبل اتخاذ القرار حول الدولة المضيفة لمونديال 2026 حدث تدخل سياسي مباشر لصالح الولايات المتحدة وجيرانها. دعمت فوز المغرب في وصولها إلى التصويت النهائي وقد وصلت. في حال تم اتخاذ القرار النهائي بتوسيع المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقا، فيجب حينها وجود بلد آخر مضيف للكأس، وهنا سيكون لدى المغرب فرصة جيدة للمشاركة في استضافة الحدث، حيث ستقف معها بلدان القارة السمراء كافة. حينها سيكون هناك مرشح إفريقي للاستضافة وثاني من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية وربما الصين أيضا، سنعرف ذلك في حينه. نعم، ربما المغرب وتونس والجزائر ستستضيف المونديال، أي شمال إفريقيا. نعم بالتأكيد بلدان الشمال الإفريقي. ما رأيك بمستوى المنتخبات العربية المشاركة في هذا الكأس؟ بشأن الفرق العربية، أعتقد أن حظ المغرب كان عاثرا. أسوأ شيء الخسارة بهدف في الوقت الضائع، ولكن المغاربة لعبوا بشكل جيد جدا وسأتابع مباراتهم القادمة. أما بالحديث عن تونس فقد قدموا مفاجأة كبيرة، ولكنهم أيضا خسروا في الوقت بدل الضائع، مع ذلك لعبوا بشكل رائع وهذا رأيي. وخسروا في الدقائق الأخيرة أيضا في الوقت البديل بنفس الطريقة، هذا حظ سيء. لاحظوا في الدقيقة 91 أن حارس المرمى ومدافعين كانوا سوية فيما كان كين بمفرده. نفس الخطأ تكرر عندما تلقوا الهدف الأول. نعم ذات الأمر، كان هناك مدافع واحد ضد المهاجم الخصم ولم يتمكنوا من فعل أي شيء. حظ سيء. هل سيكون كأس العالم ناجحا بمشاركة 48 فريقا؟ أعتقد أن هذا العدد من المنتخبات كبير جدا وهذا رأيي الشخصي، إنها سيجري عدد كبير من المباريات. نظام البطولة بمشاركة 32 فريقا كان أفضل، يجب أن يضم النظام الحالي مقاعد أكثر للمنتخبات الإفريقية، وأيضا سيكون التنظيم أمرا معقدا بوجود 48 منتخبا مع وجود مجموعات تضم 3 فرق، وهذا ليس بالأمر الجيد. المباراة الأخيرة في هذا النوع من المجموعات ستتطلب إجراءات إضافية وهذا أمر سيء، ولكن ربما سيكون هناك تغييرات في نظام البطولة وسنرى اختلافا في مستوى المنتخبات في أدائهم. نعم لربما نرى أيضا فرقا ضعيفة تلعب ضد بعضها البعض مثل جزر فيجي وجبل طارق، وربما سنرى نتائج تصل إلى 10 أهداف مقابل لا شيء. سؤالي الأخير سيكون عن سوريا، ما هو أفضل حل لرفع الحظر عن الاتحاد السوري لكرة القدم؟ أنا لم أعد في منظمة الفيفا، مجرد نصيحة منك. تعيش سوريا الآن تحت ضغوطات دولية كبيرة وهذا ليس بالأمر الصائب، لأن الرياضة يجب أن لا تكون ضحية لكل ذلك. دعوا السوريين يلعبون كرة القدم لأن هذا من شأنه أن يجمع شمل الشعب، ولكن في الفيفا يوجد أفكار مغايرة. لو كنت صاحب القرار لكنت ساعدت سوريا لتعود وتلعب كرة القدم. شكرا جزيلا لك وأتوق للقاء بكم مجددا. لكم الشكر أيضا.